السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باشمهندسنا فاضل معاكم مهندس اسلام جميل. انا كطالب في مدني، ايه البرامج المفروض اتعلمها؟ الحمد لله الحمد لله. جالي اسئله كتير باشمهندس. انا خلصت اعدادي هندسه وكتبت الرغبات بتاعتي في قسم مدني وجالي قسم مدني. خلصت اول سنه ليا في القسم ومش عارف لحد دلوقتي ايه المطلوب مني ان انا اتعلمه. انا دلوقتي في الاجازه وحابب اطور من نفسي اكتر واتعلم برامج هندسيه اكتر. تعالوا بينا نقسم البرامج الموجودة عندنا في مدني لقسمين. أول قسم برامج خاصة بالدروينج، بسميها برامج دروينج، برامج رسم فقط، وبرامج تانية خاصة بالاناليسيس اند ديزاين، يبقى برامج دروينج، برامج اناليسيس اند ديزاين. أول حاجة نبدأ بالبرامج الدروينج، من اسمها كده يعني برامج متخصصة في الرسم الهندسي. أنا على سبيل المثال عندي بيتي عايز أبنيه، فعشان أبني البيت ده أنا محتاج رسومات للراجل اللي هينفذ البيت ده، فلازم يبقى معاه رسومات في الموقع. فالبرامج اللي بتساعدنا إن احنا نرسم الرسومات دي، الراجل يبقى عارف فين أماكن الكولمز، أماكن السلابس، الأعمدة، البلاطات، البيمز، الكاميرات، شكل الاستراكشر عامل إزاي، كل ده بنعمله له على لوحات. البرامج اللي بتساعدنا في الجزء ده البرامج اللي اسمها برامج الدروينج. في عندي جزء تاني، برامج خاصه بالديزاين. حضرتك لو درست استراكشر فعارف يعني ايه شير ونورمال ومومنت وستريسز والكلام ده كله. الحاجات دي انت حضرتك بتحسبها مانيوال، عشان احسبها انا بايدي ولازم تتعلمها صح مانيوال. في برامج بتساعدنا ان انا ما بحتاجش اقعد احسب الكلام ده كله بايدي، انا بعمل على البرامج وبطلع الارقام دي، النورمال والمومنت والشير وهكذا. برامج دي اسمها برامج اناليسيس اند ديزاين، بستخدمها في الاناليسيس اللي هي الاسترينج اكشن، بالاضافه كمان ان انا اقدر اعمل ديزاين لاي منشا موجود على البرنامج عندنا. طيب انا برضو يا باشمهندس ما فهمتش، ابدا بيه؟ هتبدا بيه حضرتك كطالب لسه في اولى مدني، يبقى اشتغل على نفسك في الجزء الخاص ببرامج الدروينج. زي ايه؟ اشتغل كويس جدا على برنامج الاوتوكاد، مهم جدا جدا، برنامج الريفت برضو ده من برامج الدروينج، برنامج الاكسل وده حاجه خلاف البرامج دي ودي. ده برنامج مهم جدا لازم تتعلمه. يبقى الاوتوكاد، الريفت، الاكسل. طيب اتطورت اكتر، خلصت اولى مدني ودخلت تانيه مدني وفهمت اكتر الاستراكشر، يبقى نخش شويه مع البرامج الخاصه بالاناليسز. وانصح حضرتك تتعلم اول برنامج، برنامج ساب، مهم جدا جدا تتعلمه، برنامج ساب، وبرنامج اسمه الروبوت. البرنامجين دول مهمين جدا 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 ان انت تتعلمهم. خلصت اكتر تالتة مدني وتعلمت بقى خرسانة، درست خرسانة وتعلمت اكتر في خرسانة، يبقى انصحك تخش على الليفل التالت، الا وهو ان انت تتعلم برنامج اسمه الايتابس وبرنامج اسمه السيف. دول في الكاتيجوري التانية اللي هي الخاصة بالاناليسيز اند ديزاين. يبقى باختصار شديد انا عندي برامج دروينج زي الاوتوكاد زي الريفت، دول اللي محتاجهم في الدروينج. برامج اناليسيز عندي الساب، عندي الروبوت، عندي السيف، عندي الايتابس، عندي المايداس، برامج كتير جدا خاصه بالاناليسيز اند ديزاين، بس اكترهم شهره برامج سي اس اي، الساب والايتابس والسيف مهمين جدا، وبرنامج الروبوت. فانصح حضرتك ان البرامج دي تشتغل على نفسك كويس جدا جدا ان انت تتعلمها باختصار شديد. وبرضه بالتفصيل هنبدا نشرح اهميه كل برنامج وابدا بده ازاي واتعلم ده ازاي خطوه بخطوه في الفيديوهات الجايه باذن الله تعالى. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.